واش انا عندي 30 مليون واش هذيك القصديه تفوت 30 مليون راه تبيعني كل ما جبت لك 3 مليون ايه دير شي ثمن مزيان دير شي ثمن مزيان صاحبي قلت ديرها ثمن مزيان كنبيعوا السواك هنا سيمانه شنو قلتي اعطينا اشهي سالينا 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 سيمانه سيمانه صاحب سيمانه سيمانه اخويا سيمانه اخويا سيمانه اي 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 وعزة معلم فينا معلم مازال ما جاش اخي هاك لاباس معاك شكون دار فيك هكا ياك ما طالك شي موتور لا فيراري اكي لا موطو لا والو داك القاد وقف عليا فحال الجن قال لك قصديتي في السماء هبطها في لاط طلع وصيتك النهار الاول انا قلت لك بعد ما انا هذاك اصاحبي راه ما يصلحلكش دابا شنو غنديرو دابا قول لي شي حل دابا قال لي الطوموبيل يا نحضر عليه يا نحضر لي 30 مليون واش غنقول لك واه عطيت 30 مليون ديالك طب جا جبت 30 مليون انا منين واش كضحك عليا بوعزه واش انا ما لاقيش باش تنفس تقول لي انا 30 مليون وصيتك النهار الاول مسقوا ما كتسمعش قلت لك بعد منه ما يصلحلكش دابا صافي اسكت اسكت شويه اسكت غتبقى تبيعوا عليا في هضره خاويه دابا هاد اللعيبه ديال لونتيك باتلونتيك منا نقدر نضبو عليها لونتيك حتى ضن راسك في ليزيتازوني ولا غنوض تلقى لونتيك راه المغرب هذا فين تلقى لي لونتيك واش تلقى مع شي حل وصافي شي انت مفضي كثار مني غتبقى عتبوا عليا في الهضره انا غادي نتحرك في حالاتي الا جا المعلم سول فيا قول لي راه مشى واحد اليومين على الغيشي على فين غادي بالسلامه فين غادي نمشي ابو عزة عند البوليس غندخل عند البوليس غنعاود لهم من الاول حتى الاخر وغنتهنى البوليس واش انت مطيع على راسك ولا واش انت ما تعرفش القيامه ولا ولك راه مطيع بطانه صاحبي راه مدوز ثاني لا في الحبس ربي مطاك عليه الصاد هذاك النهار الاول تنوصيك وانت ما تسمعش صاحبي تسمعش الهضره حتى القيامه يوم البعث هذا قيامه على السلامه على السلامه ياك لاباس لا لا والو المعلم والو واحد واحد البلان وقع وصافي واش حالتك كي دايره وتتقول لي يا بلان انت مالك واحد اللعيبه المعلم غنبقى دابا نشرح لك صافي واحد اللعيبه وقعات صافي وقعات ديما كنقول لك الا بغيتي تصاوب شي قصديره جيبها للكراج بديتي كترطط جبتيها في راسك ودابا غادي نمشي للفورماسيان غنشري شي دواء ونتاعها واحد اليومين ويومين راه بزاف والمن غادي تخلي لي انا الكراج وهذا الروينه هادي وما عندك المعلم بنادم عام كسل هنايا الشاوني ابو عزاب معمتك داش عندي المعلم اش يا اش يا دبا علينا اخوك ناشف ديال بصح ومفشخ ومكمل ومسالي ديال بصح عطينا شي لعيب ترى مازال ما وصلت خر السيمانه اش غادي نعطيك وعاش وكيديه شو كيديه وصافي دي بانينا بشي لعيب هاك يلا شد وبانيو ديال دفيل ساعة وتا تقول تخدم في 100 والغابات 100 درهم اش غندير بهاد 100 درهم واش باقي باغي دابا اش غندير انا بهاد 100 درهم ديال شنو نشري بها ضو الحمار لا بومادا صفراء حسن اش باقي باغي باغي تقدد سيدنا شي لعيبه المعلم الله يحفظك سيدنا شي لعيبه نمشيو نشريو الدواء نعمو هاد التقابي هاك يلا وانا غادي نتحرك تهلا ابو عزه الله يعاون اخي اشوف يومين ما تفوتها وارجع صافي عيباني هادشي يومين ثلاث ايام كاع لا تعطل لا سيمانه احسن تسير يومين ورجع صافي يومين ونرجع يومين ونرجع وغادي تبقى ترطط تجيبها في راسك يلا تلقونا انتم كساليوني هاد القصديره وهنيونا صافي معلم ما دير ناضي ناضي هي اللي حيدتيها من هنا وجبتي الاخرى تو ما من هنا البشر كيدير
تخاف واش من على الدقان؟ كاين داك الماكسيان ديال راجلك؟ اصلح فمك شي شويه. غتقولي لي يجيب الامانه اللي كان سالو ولا غنفرد قمو؟ اين امانه؟ راه واعرف والدوبرمان الا قال الكلمه راه ما كيعاودهاش، وراه حتى انت غتجي نوبتك. والله حتى نغتصبك انا بالله، وانا علمتك تخاودي. تفو على بشار طيرها مني خلعه يا ربي السلامه. قمقم السلوقي تفو. عندكم ماذا صفا؟ موجود ياك ما بغيتي عندك نفخ. اياه على علمك الله. وانت اخويا راه عندك النفخ تمايا راه خاصك كينات. ياك اياه. وشحال هاد الكينات؟ 120 درهم. شحال؟ 120 درهم. سير جيب ماذا صفا سير. هي الاولى. سير سير وانتم وليتوا كلكم طبق. باش نبغي نعطيوها المنجر. هادي شحال؟ 9 درهم و 30 فرنك 186. هاك تباوق او تاني وزين انت ديال التباوق تا طيح لنا الجوان ويكا اشوف جا واحد بنادم كيسول فيك. كيفاش جا واحد بنادم كيسول فيك؟ شكون هاد بنادم؟ واحد الوجه كيخلع دابا عليك ما انا فيه هو اللي على خزيت ياك ماشي لعبات مال هادو. ما قالك شنو بغا؟ لا والو. المهم شوف كويكا انا كان شي حاجه الدراري في الدرب راه قال تبوق تبوق تاع تبوق ونسى تهلا تهلا شويه ورانا غير بشويه اوكي حاقني داكشي يا وجهي هذاك. شنو كان لابس هاد الكلب؟ كان لابس واحد الكبوط كبير وفيه الزغب زغب زغب فيه زغب من هنا ومن هنا. ماشي زغب هذاك ديال الله داك فوغور والله علم انا عارفه وجهو كمات وكي داير وجهو خاسر ما فيه ما يتشاف هادشي دير بحال شي كلب مسعور بحال شي ديب قول شيطان نيشان وياه هو بزاف ديال الشياطين تابعين عرفتو هاد الكلب هذا عرفتو الضبيع ما خدام على القيامه. هو انت اللي كتعرف هادوك الناس. بشويه قلت لك بشويه خاصك دير ليا الدواء تنكون ناس واخ كنت كنقول لك منين ما نكونش في الدار ما تحليش الباب واخا يهرسو ما تحليش وكون ما حليتش شكون غادي يهرسو هذيك الدقان ما كيديرو حتى شي واحد بنادم عادي البوليس اللي كيدير هذاك الدقان وكون ما خرجش ما غاديش نعرف شكون. بلاتي انا غادي بشويه شنو قالك عاوتاني؟ قال لي هالمرة الجاية غادي نتكرفص عليك عليا انا زعما يتكفص عليك؟ اه زعما التيعه محلوله صايبه يجيو يتكفص عليك وهادشي اللي قال. بلاتي غادي نباوغ غادي نوال شد بوم الكلب شكون هو كويكا بشويه قلت لك بشويه عيشه فين هو الوالد؟ وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ما كاين لا سلام لا سيدي زكي سولت فينا هو الوالد جاوبيني. صبر شي نشوف واش عندي هنا في الجيب. انت فين بغيت يكون هذا الوالد؟ راه هو بحال ديما قاعد في الحضر البقر قرينا ان شاء الله تضربك جنس ناقص سير الله يعطيك طيار يطيرك.
واليد كي داير؟ ولدي الله يرضى عليك. صحة لاباس؟ الله يرضى عليك. مع الوقت يا واليد مع الوقت. بكيفاش الغنيمات لاباس عليهم؟ كي خديتهم كي باقي. لا سكر لا سكر لا حليب لا زبدة هذا باقي عطلة. ايوا الحمد لله الواليد الحمد لله على أية حال الحمد لله. عايشة ماليا فيك شوية؟ قلت تمشي كزاتي يا ولدي. فين عند عيشة؟ هذا ما بغيتش نشوف عند عيشة. أنا جاي باش نشوفك الواليد. أخا ولدي. حيت غادي نبغيك إن شاء الله شي حاجة. إن شاء الله ولدي إن شاء الله. عز الدين نصاب لوليدي وحال الكويش تاع أتاي وزبيدة بلدية وحال الخبز راه سخون يلاه درك خبزته. هذيك الزبيدة بلدية ديالي هذاك الخبز وكوليها ما عندي ما ندير بها. أنا غنمشي الواليد وغادي نعاود نرجع عندك إن شاء الله. ان شاء الله غادي نبغيك شي حاجه مهمه ان شاء الله. سلامة نرجع عندك ان شاء الله. ان شاء الله في الوالد وبقيت تدخلي فيا قلت لك الله في الوالد مشي بلا رجع ان شاء الله. كدا شنو عندكم شنو عايد ضرب دوره وتمشي. شاوني تكويكه 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 تبقاو هنايا راه تابعنا بزاف ديال الخدمه. جمع راسك صاحبي. ما بلاتي يا صاحبي انا خدامين واش غنخدم ولا غنشوف حالنا صاحبي. انا خدامين عند الوادي شدني عندك تينا خاي تمنع على الوادي الوادي تراك تبقى في الجبل نهار الاول بقى في الجبل زرع الحشيج وغطى البيصه واش دابا خلينا نخدم ولا غنشوف حالنا. دابا غتمشي تجيب خمسه ديال البولونات. شنو غنجيب؟ خمسه ديال البولونات. خمسه ديال البولونات شنو هما؟ بولونات بولونات خمسة أربعة الطوموبيل وواحد ليك أنت. يلا سير سير خارج من القادوس. عطيته المسائل خافش الشف دزت على الكلب اللي ولدهم واحد بواحد بيت بيت دار بدار زنقة زنقة. بغيتو ما يديش الناس كيف يجي ناس نوقف عليه بحال شي بغطاطة قيامة نوري غنجبدو لايف اور ديز وتصاور ديالكم هما بارتو برومي ماشي بداك المعنى راس طار اجي اش كدي معاك هذا عنده الحمار في راسو هذا الشاف بلا ما تبقى تدي عليه هذا كيعرف حاجه وحده كنقول له ذبح كيذبح كنقول له قتل كيقتل غنزيدو ثلاث ايام ما بغاش غندوزو مع لي طاب بجوج هي اللي ما تعاودش الشاف كتسنو مازال دوبو عليا من هنا يلا نعم الواليد الحمد لله كل شيء بخير كدير عندك الامور في الامريك مزيان لالا كون هاني غير دا في المؤتمرات ديالك شكرا الواليد الله يحفظك الله يعاون الله يعاون اش هادشي واقع؟ شكون هادو؟ ما كنت باغي نقول لك والو المعلم هادو هما دوك صحاب داك خوينا اللي مشات ليه الطوموبيل ما كاين لا موطو لا والو ما داو في هاد الحاله ما كان عالمني خاطري ديك المره فاش قلتي لي لا راه طوموبيل لا ما عطاش يا قلتي لي ديكلاريتو وساليتو الشغل عاودي اسمع ساينا الموضوع الله يهديك المعلم دابا عاد بدا الموضوع دابا عاد وقفوا ديال بصح قال لك يا 30 مليون يا الطوموبيل 30 مليون؟ والله واخا نبيعوا هاد الكراج ونبيعوا براركنا كاملين الا صورنا 30 مليون شتي على مصيبه كي دايره منين غنخخر عليهم دابا 30 مليون منين السي انا هادشي راه ماشي شغلي فهمتي فك لي هاد الحريره وساليها لي انا ما باغي صداع في محل
ولكن انا خدام معاك المعلم، خاصك تعاوني نلقى شي حل. وشوف انت، انت تعرف اللي كيهمني انا انني ما بغيتش مشاكل في محالي، فهمتي ولا لا؟ ما حالك عندك شركه ديال الصابون البلدي؟ انا ما قادرش على هاد باشا. مع الناس مع الناس 3 مليون بزاف اخي كويكا. هاي الو هذا عطاك الريس راسه 30 20 تاع شاقع عماد، عمري ما نقدر نجمع عليها الفلوس هادو. تك واش حنا في السويد كي غادي نجمع عليها هاد العاقه كامله في ظرف صغير؟ هو كي غندير لها ولا عطاك شويه الوقت اخي كويكا بين ما نفكروا وكذا. انتينا عجله من الشيطان. وكيعطيني 100 عام 150 عام عمري ما نقدر نجمع عليها الفلوس. عاد شدي تعمر واحد ورقه اللوطو والربحه بالزرب سهل. وتا سيد تقود تصدر لك نعود لي مشكلة قدك داش وكيقول لي عمر اللوطو قيت باش خلص لك انايا. طيب ما تصبش خدم خدمتك انت، تصب انت كدير هذاك المريض وهذاك قال لك اللوطو. اللوطو ما يعجبكش سيدي، لقاو لك حل اخر مثلا. ها واحد اخر بانكا، ها دخل لا كاس زلاقة شدها بزريه وخرج معايا الباب وفلوس في جيب. هاد سهله. دابا انت كتسط عليا كتفليب عليا. انا واحد مع اولويز ديال ماتي ما كانش غير عبزز. واش انا كنقول لك مشكل نقدر نمشي فيه للحبس وانت كتسرع عليا في النمل كتساوي معايا في الهضره؟ تجينيش انا صاحبي قول لي، قول لي شي حل اللي نقدر نديرو. واحد اخرى سهله هذه، دخل لاشاط نصب على شي قاوريه العاقه ف غنضبو على قاوي كاع ساهل. قاوي مزيان فيسلي وتا قول لي شي حل وباقي نتبعي يجي والو. ها واحد اخر طاح سهل هذا ديال داكشي ديال الافلام وبفري كاينه بيع شكل واخا كويكا المشاكل تحلات. عاوتاني هذي يا خير سهله شبالك. دابا انت شاري جوان فشاخه بدهم باغي تفرع لينا بكاي وسير تقود فهمتيني وتبغي الجاك ما عندي ما نقود بها انا كاع. راه هذا كويكا هذا ولا حنا كنقلبوا ليه الحلول هو مصاب كنهيطي عليه الجوان مسخوط. يا العالم يا العالم وعلاش نطولوا في ليال يا العاشق بعد وهداه لك يا رقيقة الوشام. يا الله الله يا حنا واللي مريد شي داويه قطيطة ديالي. يا ويلي بسم الله عليك كبيدة ديالي انا كنموت عليك انا وعارفك انت كتموتي عليا. شكون اللي قالها لك؟ قول لي يا حبيب بغيت نسولك. سول ما لقاش عند والديك واحد 30 مليون باغي ندير واحد لافير خامسه. اول على 30 مليون الله يجي ضحكتيني. والدي كل قوا كنا نتصوروا معاه بعدا. زعما والديك ما عندوش 30 مليون؟ واخ 30 مليون ما كايناش ولكن لابد يكون شي بلان واحد اخر، شي ارت شي كونت بونكي مقفل مزيان شي ذهب شي يسلفوني ندير لافير ست شهور نرجع لهم فلوسهم دوبلي. وفين عمرك شتي توجطاتي؟ فيها شي ذهب؟ فيها شي ارض؟ ياك عمرها حفاري. اجي اش من لافير باغي دير؟ عندك تضربها ليا بشي حرقه وتخليني انا بوحدي هنا. ها هما اللي غيحرقوني الا ما عطيتهمش فلوسهم فهاد السيمانه. فوق الشوايه فوق الشوايه. ويلي شكون هما؟ ماشي شغلك. اش من زبلة درتي عاوتاني؟ ما عندكش 30 مليون سدي دقومك ورجع لهاد اللعاب ديالك ديال والو. يا سكتنا ونوض شوف شكون كيدق. كيدق شي واحد؟ ياه تقعد. انا غنمشي نشوف شكون. يلا نوض وسالي عليا من هادشي. سالي عليا من هاد اللعاب ديال والو. اي واحد لقيتك انت مطفر ونوض شوف شكون اللي كيدق. قنص ناقص تفو بلاتي. اويلي السيد تسطع قالك 30 مليون وتهدي نكتة. يا العالم يا العالم يا علاش نطولوا في ليام. السلام عليكم السي عزين أمولي الخير لاباس عليك؟ لاباس. وقيل عرفتيني؟ عرفتك سي المنجار اش بغيتي؟ وهذا راه مول الكرا هذه راه خمس شهور وانا صابر عليك واليوم مولاي الخير اليوم غتعطيني فريساتي ولو طارت معزه.
ولا العساس. اليوم غندير رزقي. انا عندي بزاف ديال المشاكل، عصابه تبعاني تكفصوا عليا فهمتيني، يعني غارق بالمشاكل. الفلوس ديالك ما عنديش دابا، تعطيني شهر ترجع غنعطيهم لك. تفهمنا؟ اسمع مولاي، راه ما كاين لا شهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور، انا اللهم لك الحمد ربي مسك عليا، مشيت للحج مزوج ثلاثة العيالات، عندي رزقي وعندي خيري، في امل الله وحفظه. دابا الله يجازيك بخير وبالتي هي احسن، غتعطيني فلساتي. واش تصاحبي ما كتعياش من هادشي؟ واش ما كتعياش؟ عندك ثلاثة الفيلات وثلاثة الطوموبيلات وثلاثة العيالات وثلاثة الكلاب، كل حاجة عندك منها ثلاثة، حنا ما لقيناش طابع ديال شي حاجة. دابا انت عندك القمومة ياك ملحق، دير معايا واحد البلان سير المنجر، الله ما تندم عليه بالله. الله يسمعنا اخبار الخير. غادي تسلفني واحد 30 مليون، غندير بها واحد لافير خامج، لافير داك الشيء اللي قوي طالعة نازلة. هذه اللي عجيبة، هذاك الشيء اللي بقى خصني. صافي دابا عجبتني الحساب. تعب بلاتي اتبعني يا صاحبي، هذه زافير هادو خصك ديما تحل عقلك. غادي نشدو الحوت السردين غنصيفطوه ميت غير جحي. ماشي هادي ست شهور نرجع لك في زاد ديالك. واش كتهضر معايا بعقلك ولا شنو شنو هادي؟ هذا راه تخرزين هادشي اللي كتقول لي، هذا راه الحماق. اش كتعهد عليا؟ علاش؟ انا فلوس زياد ما عنديش، غنمشي في حالاتك ياك، وشهر ترجع نعطيك فلوسك. يلا وصيت توضا وضو واحد الجرقيعات يخف عليك راسك وطلق مني، انا ما تبقاش على الضوض وتجي تطقطق عليا هنا. يلا تهلا. حسبي الله ونعم الوكيل. شكون في هاد الحالة؟ شكون في هاد الحالة؟ كنت انتي حاضرة؟ شكون في هاد الحالة؟ شكون الكلاب هادو؟ شكون انت اللي تعاون بالله؟ صافي سير تخاودي فيك. نوضي نوضي نوضي. كلشي هادشي منك انت، وما هي غير تجي سمع عليك سير تخاود تخاود سير تخاود سير تخاودي سير تخاود سير تخاود فعلك سير سير تخاود فعلك تبوين على شي حالة. وصلونا على الكلاب هادو، شكون دار هادشي؟ شكون زهر؟ عاودي لي شنو طرا. انا ما عارفه شنو طرا، كنت جالسه واحد شويه ويتهز الباب ودخل وحدي تيخلعو كتفوني وطيحوني في الارض. شنو داولك؟ طيحوني بداو تيركلو فيا وتيضربو فيا وكل واحد فيا كيركل. ما مسوكش شي بلاصه زهره؟ لا غير بقاو تيشفو. زهره لا واش مسوكش شي بلاصه؟ لا ما قصونيش ما قصونيش، هزولي ولوحوني في الزنقة والناس كيشوفوا. واحد شوية هما ركبوا في الموطور ومشاو. المشاكل ديالي معاهم زهرة بخير وبركاتي، ديما كانت خاصك تدخلي في هادشي من الأول. قولي شنو طرا؟ قولي شنو كاين عندي؟ كاين والو، عندي مشاكل غنحلهم بوحدي. انت غتجمع حوايجك ونديك عند والديك ومن بعد غنعاود لك. عافاك لما قول لي. قلت لك ما وقع والو، من بعد غنعاود لك. جمع حوايجك ومن بعد نديك عند والديك. وحيد لي هاد الشيء. Thank you.
لا 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 يلا شرب اتاي ها هكا شربوا اتاي قاعدي خدمي مع الوالد واحد شويه كيفاش قاعدي وقت لك تقعدي مالك تجيك وقت قاعدي خزيتي قاعدي خرج عاود تجوبي له راه كل عام طرت على وقت قاعدي جنابك خدمي مع با قاعدي لوبه في المنزل قالك تخشي فوجك والله قالك طاحونا تي قال خبز ديال العالم كليتيه الوالد اما ولدي احتاج ليك الوالد عندي واحد المشكل خايب بغيتك تعاون معايا خايب شي ناس كيتسنالوا لي فلوس فلوس صحيحه كيتسالوني فلوس صحيحه شنو وقالوا لي خصك تجي من الفلوس تكفصوا عليا كفصوا على مدام ديالي واشوا لي الدار وقال لي ما شتلي من فلوسهم غادي يقتلوني بغيتك تبيع هذاك البقره عطيني الفلوس شنو تبيع البقره وتعطيني الفلوس باش نحل المشكل ديالي ما باش البقره كيفاش نبيعش البقره ما بيعش فين غنمشي وانا حياتي كلها وانا مكلف براسي دابا انت جيت لك لا وانا مالي نبيع البقره باش تكون على خاطرك وداك البقره ديال الوالده ديالي اصبر الوالده ديالك الله يرحم الوالده الله يرحم الوالده كي دار داك الشيء الوالده دات واه الوالده هي كتضحك وكانت كتشري وهي كتصوف فيها المخيه هادي اصبر البقره ما بعت ما بعت حتى شي حاجه شوف الوالد شوف سمعك راه المخزن كاين شوف المخزن راه المخزن كاين المخزن الاول اش غدير ها راه غنخافش خليك شوف واعي بعض الله سمعتي انت انا قتلتو امي قتلتي انا تبعني انا قتلتي انا قتلتي انا قلت لك صيفط عند عديد صيفط عند عديد شوف 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 غنخسمعك الوالد غنخسمعك الوالد واعي بعض الله سمعتي انت ما غنخسمعك الوالد شوف ما بعتي شي حاجه قتلتي يلا قتلت المعوق هذا قتلتي والله ما عرفتش تتبع عليك تو المعوق والله إذا قتلك بالله الوالد شوف الوالد راهي خسارة وياك راهي خسارة وياك كيف هيك؟ حط واحد كل الناس شو أربعة هادي الشلغمية ما درتو حتى حاجة حتى واحد ما زعما ياكل الهم وراكم شتي الشوفة الكبيرة ديال بزاف جامايكا مقلط المرأة من السقا مع الحيط وخدام عليها نص هو كيفوت إيوا الدريري عنده الموتور صغير فين عندي الوقت ديك الساعة تق صاحبك أصاحبي ببوجة طيفيني قيلي 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 خرجيلي وديناتك حلام ما فيه فرح ديك الساعة شوف مع رويبا رويبا راه حرق يا رويبا نعم الشاف كيفاش مرت الميكانيك زعمتي ولا والو الشقفة عندي كادية عند الموتور نحية ما كاينش هو أنا شكسبير كاين شي ولا الفرشي صابون الحجرة عصابة عندي قرعة سلوية عصابة عندك فاشلة شوف عطي واحد ثلاث ايام وغيكون خير وحنا القيامة اش كنديرو في الدنيا هادي كاع كنديرو على الخير ياك يا ربي يا ربي تقبل هاد الخير اللي كنديرو يا ربي بحال بحالهما روي با تكيس على الطوموبيل صافي الشفا مشى ب 40 تكيس على الطوموبيل الله ينال حياه امك تحيد من قدامي يا صاحبي حيد كويكا وكويكا نعم وطلع طلع نهضر معك طلع وتحرك جلس جلس غير قول لي يا دابا خطر الماتر خطر الخيل واش الكراج عندي ولا استوديو تاع افلام تاع الكوبوي ولا اش قال لك راسك والله المعلم ما بينو وبينهم شي حاجه بالله ما بينو وبينك المعلم الزازر هذا اللي في راسي ما بقيت لا كناكل لا كنعس وترد لهم قص درتهم وهنينا وهني راسك من هذا الصداع كله الكلام كتقول المعلم واش قصدي غاديرهم عندي شوف انا واقيلا انت راه غاطمعطي في الحديده وانا كنعرفك عزيز عليك الحديد بزاف
وزاد 15 عام هادي وانا خدام معاك، عمرني اديت شي واحد، عمرني ظلمت شي واحد، عمرني جبت شي صداع، وانت فعاود توقف معايا وتعاونني ما كتقول لي هاد الهضره هادي. انت راه بان ليا فيك واقيلا غتزوجتي وكبرت عليك المسؤوليه وبنت لك الحديده واعره وقلتي ارا نضرب ضربتي، ولكن تلاقيتي مع راجل امك. شنو هو؟ قلت لك تلاقيتي مع راجل امك، هذا هو اللي غادي يفضيهم لك، فهمتي؟ راجل امي الزمل قوات فرق راجل امي راجل امي راجل امي قلت لك تفرق معاه تفرق امك هذو في عينيك تفرق معاه راجل امي راجل امي انا دادري تفرق امك تقولي عندي سر هذو في عينيك تفرق معاه قول عندي دادري راني دادري قلت لك تفرق معاه تفرق معاه شي جيب لي دادري هما الاولين وعمرو ما نولي وقلت لك سير جيب لي اندادري سير جيب لي اندادري تقعد على خر ايامي يجي كلب تاع الخر يخلي دار بويا انا وستمع علي الله يلعن الحمار بو ولكن هذاك القيامه هو اللي غادي يخرج على امه والله يا امه الترطيله ديالو تتسالي تفو بنادم كي داير ياك شاولاي انا نديك طاقم تزحي واحد شويه ما غادي نديك انا خايف عليك عزتي ما عندكش تخاف هذاك الصاد ديال القيامه غنعطيه فلوسو وغنعطيكم البيت وانا في الدار الحلال هذي ورد بالك ما تخافيش انا كيقولوا عليا دوبيرمان اش كيقولوا عليا وإلا مشيت حتى عشت فيكي يا بيغا نطلع عليك البنكر يا شهد قبل ما تموت عندك شي إهداء ولا شي كلمة لشي حد قول اطلقنا كاش كاش دابا يلا الوليدات بوسو بوسو ممكن نتفو نتفو باغي نتفو نتف كيف ما بغيتي ضريف 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 يلا دي معاك هاد السوفونير هذا هو الاخر يلا البلان ديال الكلوة مال الكلوة كيفاش اللعيب؟ كنت عارفك غادي يعجبك شي حل من هذوك الحلول اللي عطيتك اخي عيسى المسيح عماد
سهل اخي كويكا، شوف شي واحد مريض كلاويه مفضيين غادي الموت نيشان غادي نبيه للقبر راه غيبغيك هو تبيع لي ديال وطلب اللي بغيتي والمشاكل تفكات صافي. قول لي دابا حنا عندنا جوج كلوات يا لا سؤال عاوتاني واحد بس سولتك جاوبني ونقدروا نعيشوا غير بكلوه واحده عاوتاني نفس السؤال عاوتاني دوك الاسئله الغبيه ديالك زدتي فيه ما كان عندي واحد السؤال واحد شنو نقدروا نبولوا بكلوه واحده هاي اختي سيسر خليني نخدم سير ما خصني نسولك اخويا عماد صحتي هذه يا صاحبي هي صحتك وانا عارفه وليدي بحق الصحه ولكن 120 مليون راه بزاف اوليدي وحنا ما عندناش 120 مليون الحجه هي هادي ها كلوه هادي وكلوه اوريجينال باقا مزيانه 120 مليون هي هادي حنا كاع غنتعاطفوا معك على لا ونديروا معك مزيان غنخليوها 100 مليون شوف اولدي الله يرضى عليك انا نجيك بصراحه انا هاد الولد اللي عندي الوحيد وغادي نبيع الدار ان شاء الله باش نعملوا العمليه ونتمنى على الله تنجح اللي عندي هو 25 مليون تا 25 مليون ما دير لك والو الحاج تا كلوه هذه كلوه اوريجينال وكلوه ديال مغربي اش غدير باش نفضيو هاد المشكله هذه بلا ما نبقاو نتبيعوا نشاو هنايا غنخليوها في 40 مليون 40 مليون مسدوده مجموعه باينه شتي على 25 مليون ريال ما عندي باش نزيدو لك وزعما غنبداو نتبيعوا نشاو كنبيعوا نشاو في الثوب هنا غنبداو نتاو على كلوه 30 مليون والله ما نقص لك من ريال بالله الوالد قلتي كون خليتوني نموت حداكم ما عندي ما ندير بالكلوه ديالو الله يحفظك لا وليدي لا ما تقولش هاد الهضره البرا والبس عليك ما عندي ما ندير بالكلوه ديالو الوالده لا لا وليدي ما تبقاش تقول لي هاد الهضره ما تبقاش تقولها نجيبو لك دابا تاع قصبه تقبوها ونقلبوها حنا هنا نوليو في كنازه فين مهين دي هذا انا عطوك كلوه كون كلوه مزيانه تعيش بها واحد 6 ايام خلينا نتفاهموا مع باك وما عندي ما ندير بالكلوه ديالك ما كتسمعش الكلوه ديالها مزيانه لك ولدي راه الولد عندي مريض قدرت تطعن فيه حتى ما اناش قلنا ليه دابا ها هو بوحدو قالك لا بلاش كيتبون باب بوحدو اش قلنا ليه حنا صافي دابا المهم انا عندي شرط دابا عطيني 6 ريال وزيدها بالشرط حتى هو شنو هو الشرط العملية غتكون في سنغافورة فين؟ في سنغافورة يلا هاو بدا يجبد لي هضرة مع اثنين كيجيب هضرة شنو هي سنغافورة؟ العالم ونور جالو عار سنغافورة هي دولة في آسيا العملية تيعملوها دغيا دغيا وما تيخليوش تساين أربع شهور في الرونديفو في أسبوع تيعطيوك الرونديفو على التيم تبقى دير هاد العملية بسلامة في هذا الاسبوع في هذا السيمانه في هذا السيمانه اي في هذا السيمانه الطوب انا غادي تبنجني غيحلوني عندي سلسله هنا حلوني يجبدوا كلوه الى الصخواني هو اش حنا مالنا على صداع الراس دابا كاع مالنا كنتقبوا في دماغنا فابور علاش حنا غنمشيو لسنغافوره والطياره والوقت وما عرفتش شحال من ساعه ديال والفلوس والعذاب نديروا البلان كله هنا العمليه كلها نديروها هنا في المغرب وفي المغرب خصك اربع شهور اربع شهور وفي المغرب خصك 50 درهم تعطيها لذاك الفاميلي دور معاه ديك الساعه يحل لك ها جنويتو معاه عنده الدواء وعنده كل شيء طيب بنادم راه محلول سير قلب المغرب كله عام محلول وغادي غادي محلول المهم شي حاجه ما قلتها لكمش المهم هي التوقيت الفرق ما بين سنغافوره والمغرب 7 ديال السوايع الا عندنا حنا الوحده هما عندهم 7 ديال الصباح دابا الا كانوا هما في غدا كنكون واقف في الباب لا عليها بلغتي لا هما البارح حنا اليوم ولا هما اليوم حنا البارح حيت وصلوا الكمبوديا غادي يعطيكم ليسكار حيت الفرق ما بين كمبوديا وسنغافوره ساعدوا ساعدوا الطيارة حيت وصلوا ديريكت للسبيطار كاتب لكم كل شيء تما في الهاتف شنو كدير؟ البوينت هادي بديتها باش نتخلط معاهم اسحب لهم قهوه شي بلان فهمتي صافي ساليتي الكارو يلاه ندخل لا لا ما غندخلوش دابا باقي الحال غادي نمشيو ناكلو شي حاجه ونشوفو التيتيز كي داير غير قلتي غنخرج تكيف ولينا في الناكلو ولينا في التيتيز تابعنا طياره اخرى عزيزي انت يلا صاحبي نمشيو نشوفو التيتيز ديال هاد البلاد كي داير ياك انت مجوج مجوج انا في المغرب ماشي هنا
اخويا تخرجوا بلا تتسيفوا. يلا ندخلوا نقصوا لداخل وشدوا. تاع اسعفني وخلنا نمشيو نجيب. ها هو الطاكسي ديالك ماما. ها هو جا قد قد. ضويا ونجيو اسعفني. اسمعي اسعفني. اسعفني يا صاحبي الله يهديك زيد. الو. نصرفو 12 ريال كامله نتغداو بها. تنصرفو صاحبي نخليو واحد ايام شحال خصو حنا؟ راه 60 دولار هذيك وفلوسهم ما عندنا ما نديرو بهم في الصنغافره. انت مال 60 دولار يا 12 ريال في المغرب اش غدير لينا؟ تغدا انت ب 12 ريال غنخليو عندنا الصف. شوف اسماعيل خصو خلاص خليني نتكلف العشيه. صافي لينا هادو الله يرحم لك الوالدين بالفلوس ديالكم. ما تفهمكش تدوي. صافي لينا هادو بالفلوس ديالكم. كامبوديا ماني. كامبوديا ماني. كامبوديا ماني. Thank you. يلا يا لاباس يلا بان لي هاد اللعيبه زوينه نتغداو انا لا ما نبقاو ندورو. اش نقول لك؟ حنا غادي نتغداو شنو نتغداو؟ نشيو صاحبي عويصير دكو به لعاقنا ونشفنا نشيو هاد اللعيبه هي الشتيها فيها الحامض ولا بعض الخيار ولا بعض غنضيع فلوس كاملين هنايا ما غنضيع والو. هادي شحال غتكون كاع؟ عجبت الفطار غادي نعطيها انايا. سوري هاو ماتش ذيس؟ 7000 مليون. انا ما عرفتش هاد الفلوس ديالو باش ما نكذبش عليك. عطيه عطيه تقول لك بارك. انا هادشي. وي 7000. معلش الشيطان شايفان على الشيطان. ويلي. وان مور ثاني ولا على الشيطان. وتي وجاك وجه الخير تبارك الله ودير فينا هاد الحاله. زيد اسيدي زيد. صافي؟ نزيدك مازال؟ لا لا ثانك يو. الله يوعي عليك. هاك هاك شريف على قبل هادشي درتي معنا. نيا 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 نيا. دابا اش غنعمل؟ دابا انت خويا اسماعيل شنو قال لك تيار؟ انا بان لينا كنمشي صالات ونمشي نشدو الطياره ديالنا. انت صالات ناعسين في السبيطار حنا. خلينا نضربو صاحبي هاد هابي بيتزا نشوفو كيداير. شنو هي هابي بيتزا؟ ساهله اسماعيل. بيتزا باينه كيصوبوها الطاليان. هابي هي سعيده. إذا نصوب لنا شي وحدة سميتها سعيدة. لا حجيبة. شوف شنو قال سيد بن حمد هنا راه كامبوديا هذه الكومبوتش ما فيها لا سعيدة لا حجيبة. الله يوفقنا. أنا بان لي البلان ديال البيتزا يديروا فيها شي لعيبة ديال السعادة. فهمتيني؟ كتاكلها كتولي سعيد. وعلاش اخويا حنا ما نشدوش شي دو صالات نقصيهم في تفيف ونمشيو للمطار نشدو الطياره ديالنا؟ وانت غادي نشدو الطياره وغنمشيو سنغافور وغنحضيو الغاره. ولكن انا اخويا اسماعيل راني راسي بغيت نشوف هذا هابي بيتزا شنو هي؟ هذا هذه اللي خاطر على حساب على حساب على حساب على حساب يا صاحبي. ويتر اكسكيوز مي قول هضر معايا. لا لا عا قول انت وانا نقول له معاك.
Could I have two happy pizza, please? Small ones? Small ones. Small ones. Thank you. ضريبي هذا الكمبودي نتاعك صح داكشي ديال هذا شكال الله يرحمك كيضحكوا وعلامة كمبوديا تعطينا لنا هذوك الخطوط راه بحال بحال جوج هما في بيتزا هاك تبعني حتى في بيتزا يبان ليا غوص بقاش كنحس بيهم شكون اللي دير لينا السكر ما عرفتش شكون دير لنا السكر هاد البيتزا فيها شي لعيبه ازني شنو هادشي طالع يا خويا ما عرفتش بالله الطبابه ما بقاش كنشوف والو وهاد البيتزا اللي كلينا فيها شي لعيبه هاد هابي بيتزا فيها شي حاجه شنو غادي يكون فيها نسولها سمحي اسكيوز مي هاد البيتزا شنو فيها واتس ان ذا بيتزا ها؟ فيها ماريوانا ماريوانا؟ اسماعيل اسماعيل نوض صاحبي نوض نوض ما عرفتش حنا فين مليوحين صاحبي وتنوض صاحبي خافين حنايا ما عرفتش واقيلا ما خلصتش ديك البيتزا وميلوحونا هنايا ولا ما عرفتش شناهو غابة هادي نوض 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 اسلين ما كنحش برجلي كيفاش ما كتحش براسك اش بغيتي ندير لك انا اخويا اسماعيل نوض اخويا بالزبل لك نوض نوض حاول تكا عليا ونوض نمشيو نحيدو من هاد من هاد الغابة هادي شنو تيعطيني الحراق هادشي اصبر 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 صباح نوض تكا عليا تكا عليا تكا عليا حط يدك هنا حط يدك فين نمشيو غنقلبو على شي لعيبه حط يدك حط يدك هنا حط يدك اسمع اسمع توك توك يا دابا صوت توك توك هاو هاو توك توك شتي جاي واحد توك توك يلا نوض 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 شتي كوك صنوض اصاحبي نوض نوض نشوف عندو اصاحبي توك توك اسمع اسمع دخي يا صاحبي غيزي ما يسلاش عليك وقف 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 زيد 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 تكا عليا وزيد وقف 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 انا با ويد لايك تو جو تو مايا مايا سميتها البلاصه سميتها البلاصه اوكي راه دوك توا هاد البلاصه سميتها توني باي نتران ها نباي دابا نهاري نطلعوا نمشيو دينا اوكي 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 يا باي ويد لايك تو ايت سام الله يحيدنا من هنا صافي طلع طلع قال لك طلع قال لك ما جاش صافي وقال لي طلع صافي يا صاحبي هنا عشت فيا شت فيا يلا طلع طلع بشويه بشويه تكا 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 كامبوديا نعمة تنغل هادي انت كتاكل هادشي نتوما بان بان واخ هذا شنو هو شفتها هذا سرق الزيت
هذا الجراد. اه هذا الدود. اه هذا الجران. اه ودي راه باين هذا الحمش نفع ودي راه قلقا هادي ماشي دوق هادي تخرب. لا لا خدوق ما بغاش انا والله تدوق والله ما نذوق والله ما نذوق بالله ولا جات فمي تمالي انا انا ميت ولدني كان بودي الله الا ميت يا سيدي كولتا كولتا هاهي جارنا ديالك وتسيزو يلا كنطران كنطران باع خفيت اصاحبي لان شوبه بنين ويلي والله الا بنين لا 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 والله تذوق والله ما تحنتني والله ما نذوقها بالله ولا جات فم لا خلي 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 الكلوه ديالي صحيحه باش نعطيها لك غادي نوحلو انا وياك في هادشي ما بارك الله الله يلاه شنو شنو والراس هليكوبتر هادي واكل طواليت دابا انت انا الحقيقة حسن من هادي صح والله لا زوينه هادي بنينه ايوا صافي من نرجعو للمغرب ان شاء الله دير شي 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 سناك ديال هاد اللعيبات دودا عمت كيف المغرب غنجيبو من سوق الاربع اييه دابا شنو نديرو في هاد الكايه الليل والله يا خويا ما عرفت بالله انا داخل لي الحلوفه ديال بصح اش دير نساليو الماكله نمشيو للبوليس هما الاولين كنمشيو عند البوليس نوليو حنا وياهم في شديه نقطع عليك نوليو في سين وجيم منين جيتو علاش جيتو ولاش جيتو شنو الحل في نظرك؟ شنو هو الحل؟ هو نمشيو عند القنصل القنصليه هي تفك لنا هاد الحياه هادي القنصل ديال المغرب غنقولوا ليه حنا اش وقع لنا غيدبروا عنا ولا غير قال لنا شي حل ما عجبنيش هاد الحل واش غنديرو؟ الكونترول طالع العملية ديالي باقي الحال كامل بسبابك بسباب ديك البيتزا هابي بيتزا مشي نتوما للوالا دابا كيفاش غادي تمشيو لسنغافور نتوما مشى ليكم باسبورات مشى ليكم فلوس انا نمشي للجني عندك اوسيت باش تلقى لينا شي حل خصنا ضروري نكونو في سنغافور هاد السيمانة هادي خصنا ضروري نكونو تما هاد السيمانة مايمكنش حنا في كمبوديا او موان خصكم تسنى واحد دو سيمين باش يوجدو لي باسبور لا لكن جر بزاف اوسي ما فهمتيش واقيلا دابا انا كيفشلوا ليا الكلاوي وعندي عمليه في سنغافور هاد السيمانه هادي وهاد الاخ اللي غادي معايا باش يتبرع ليا بالكلوه ديالو الا ما درتش ماشي غادي نتبرع لك الكلوه ديالو غادي نبيع ليه الكلوه ديالو خليني نكمل مع الاستاذ كمل غادي يبيع ليا الكلوه ديالو الا ما درتش العمليه غادي نقدر نموت راه مشكلة كبيرة عندكم هاد راه حنا في آسيا مايمكنش الباسبورات يوجدو في أقل من سيمانة غنشوف ليكم شي أوطيل بيتسو فيه واحد 3 جور على ما نلقى ليكم شي حل حنا راه ما عندنا باش نتحركو وما كنعرفو فين نمشيو وما عندنا حتى حاجة راه داولنا كلشي أعطيكم باش ديبانيو هاد الأيام إن شاء الله يكون حل مشكلة هادي هو المهم غنربو علينا بعد عطانا الصيف هادي مزيان ماشي هذا هو الحل دابا ماشي شغل ديال راه نشدو خليهم عندي غنمشيو للوطيل وغنتفاهموا عليهم ولا شي بوان علاش ما تعطيهمش الماء نمشيو للوطيل بعدا نشوفو كي داير صاحبي ندوشو حيدو لنا الحالة نفهمو راسنا مالنا وديك الساعة غنتفاهموا عليهم ما لا توحشت ريحة الفلوس والله فيهم ريحة الشيبة جالس في جرة مدوخ تاع هادو كيقولو لي المغاربة شم القنصل هو باك خليهم ليك انت بوحدك القنصل ما باك القنصل مشينا حنا هضرنا معاه فهمناه قلنا ليه شنو كاين انا اللي فهمته وقنعته عطانا هاد الصيف المهم غادي نديرو لهم سيدي قاسم لا غنديرو سيدي سليمان انا نقول شنو غنديرو لهاد الصيف هادي شحال هذا مليون هاد المليون اه ديالك ما قلتي وهادي ديالي وهذا تا هو ديالي علاش اخويا انت غتاخذ جوج وغناخذ انا مليون حيت انا نقولك نحل المشاكل حيت انا نقولك نواجه بنادم حيت انا نقولك نلقى الحل انت والله الا حكار بالله
شتي هادي ما ديالك ما ديالي وديال من؟ هادي ديال الله. وكل شيء هادشي ديال الله؟ لا هادي بالضبط ديال الله. عرفتي اش غادي نديرو به؟ غدا غنفيقو غنخرجو غنتقداو حويجات لينا غنشريو شي حاجه ما ناكلو وغنشريو شي خريطه نعرفو غير فين كاينين واللي شاط بوم بوم ايتو. Excuse me, sorry you have to leave here. Why? Last time you didn't pay. No, no, you have to leave. No, كتيها كاينه العاقه كاينه هي العاقه تيبان. What you want, Zama? They have salad and okay. Happy pizza. Okay, you want big or small? No, small one. Okay. Thanks, babe. Thank you. Medium, medium. Happy pizza, medium. آه هابي بيتزا حبيبة ديالي صحابي ما كاين ما يدانيت اللهم بنادم يطير كولو قيس هذيك الماريخوانا اللي فيها هي اللي كدير العيب دابا غتقول باي باي عقلي علي سامبي انت الصلاه واعره 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 القيامة ماي حنان انت كتطلق بيتزا المفعول ديالها اسمعي ما كاين لا مفعول لا والو القيامة هذاك قال تسمى عز الدين بركة من الهلواسة وقصي باش نمشيو فحالنا بركة جبالك كتقول القيامة كتقول لي كون خمشيو فحالنا القيامة صاحبي جاي تابعنيناش هذا راه ظن ليك الوسواس في ياسر ويه هاد 19 باغي عندي وسكفص عليا بالخميسة جيت تابعي لهنايا اش باغي عندي يا صاحبي وبربي يا اسماعيل تنكبتها معاه في هاد كمبوديا جات كمبوديا والله تا انا البجع على قبلو بالله شوف انت ما تدخلش انت تخص وخلاص كاسماعيل ماشي سدي اش كدير سدي واش انت جاي تبعد لهنايا واش انت بعد الخميس هذا الراجل الراجل فوق من الراجل فوق من الراجل فوق من الراجل يا صاحبي واش ما تشوفش الراجل فين هو القيامة سوري سوري سير ازدي راه خاصنا نلقاو الحل هاد الشيء ديالك راه طلع ليا في الراس ما بقيتش قادر نصبر راه كون عرفت كدير هكذا ما غنجيش معاك المغرب من الاول اصاحبي ما غنجيش معاك انا راه كنموت راه خاصني كلوه جاي باش تعطيني كلوه ماشي بقى مفكك يوميا والمشاكل ومخوتا بي حنا غير هابي بيتزا هابي بيتزا ما يجيش صاحبي ما تبرايش ما يجيش ما كنبقاش فيك وجبت لك تصعر عليا ما كنصعرش عليك ولكن كنقول لك خاصنا نلقاو الحل وحبس التبرايش ديالك اصاحبي باغي الحل اه باغي نلقى حل راه عييت انا نقول لك الحل شنو الحل هو ما كاين لا كلوه لا زيد يسكن وانا غنمشي فحالي نقلب على اوطيل وحده اخرى صافي السلام عليكم وبوشات وبخير ومدام حدايا ولينا هنا عند هاد الجمزات وعطينا صراط الزيت والزهر والبق وقبلة عباد الله كيخليو يبيعوها ما كاين شي كامل سبب ولا تحيا هذاك القيامة هو سبب هادشي كامل أنا غادي نبيع الكلمة ديالي غادي نعطيه 30 مليون ديالو ونعطيه طوموبيلتو ونفكر فينا العشية البتي في دابوس هي دابوس ربي شي كاس ماشي كاس هاو بعد يوم شاف
سيد تيساع على الصحراء عجبني لك بوز معي بياسة خامجة. شو كدير أستين شنو هادي؟ مالك؟ خش دير شي كنت خليني الناس الله يحفظك. طيب سير هادي الضوء معنا بجوج هادي هادي ديك اللعيبة ديال جوج في واحد هي قلت دابا بنتك انا باغي نضرب جوج ولا واحد خرج خليني نعس الله يحفظك يا عزيزي صباحك اصاحبي معقد معاك خلينا اصاحبي نشاركوا الطعام معاك في هاد الساطا هادي وما تفرح ما تخلي مني فرح شو العشيه كيدير شو بنتك دابا انا خاصني غير نفرح سير اصاحبي دير هادشي كنت خليني الناس والله العظيم انت مايض عندك العيبوش نايض لك فراسك اصاحبي مايض تانيت في دماغك مايض قولي لي قولي لي عشيره معقد هذا مغربي معقد قولي لي بالكمبوديه ناين 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 انون نينا قولي لي لا زين تخرج ولا نقود معاك السوايع صافي 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 انا توكل وكاع وما نقصوش واخا عشيره نمشيو نشوفو فين نتكاو اسمعنا اسمعنا اخو اسمعنا شوية شوية الاشياء شوية شوفي يا خصك اليوم تكوني واو شي فوق هاني هاني هادشي هاني وش خصينا هادوك البارح بالليل انا ناس ودخل عليا لبنتها صاحبي اش بغيتي ندير لك ودير شي قنطه اخرى صاحبي انت راك عارفني ناس تما صافي اسمح ليا بقيت كنضرب الطاسه غيبت مشى ليا الريزو بانت ليا وانا نسوق جبتها معايا نزيد واحد القضيه اخرى قلبت لقيتها ولد ماشي بنت كيفاش ولد واش انت جايب من تقرطاسه وكتقول لي ولد وهذيك الساطه اللي كانت معايا قلت لك ولد ماشي بنت دابا هي من الفوق بنت ومن تحت دري اياك ليدي بويز هاد بيريك والمايك اب والتواجه وتستاهل اخي انت اللي كتقلب عليهم لكن واخا هكاك عرفت القوالب ديال البلاد كامله وحفظت الكودات وفهمت كل شيء هي المشكله اللي كاينه انا ما بقى عندي التاريخ ويلي بقى عندك بغيتي داكشي كامل البارح ايوا شنو غنديروا دابا باش غندوزو السيمانه غادي نلقى شي حل ميكانيك اذا كوزينز ميكانيك اذا واحد عنده شي خدمه اذا كوم هير ميكانيك كوم هير فور كوم هير از ا جوب جوب ا نوت جوب كومينغ لاي اوكي ديال اللي كيلا بغيتي شي خدمه تقلب بلاصه اخرى اوكي ما خصوش وقت ثانكيو ثانكيو يخدم معاك دبر معاك اي مصاري يلا ما بغاش اصاحبي ما تخلصوش اي از نو غانا بي داك يخليك الناس والناس يا صاحبي حنا في هذه يلا يلا في حالنا يلا اوكي ثانك يو فيري ماتش ثانك يو ثانك يو حاولت درت جهدي ولكن ما يمكنش يوجدوا بهذه السيمانه لهذا خصكم تستنى واحد كان الجور على ما يوجدوا هذه السيمانه كما قلت لك الشاف راه ما يمكنش انا خصني ندير العمليه هذه السيمانه هذه بالنسبه للعمليه راه لقيت لكم حاجه بغيت نعرف شو عند هذا السيد هذا الكارت ديالو راه كاين في مدينه اخرى مغربي غتمشيو عنده مدينه اخرى سيمريب غتشدوا كار 5 سوايع باش توصلوا لعندو غيديكم عند واحد الطبيب اختصاصي في هاد العمليات ديال زرع الكليه وداك هو راه غادي يتكلف لكم كلشي تما مشكل انت في كاين المشكله اسمعي في كاين المشكل واش القنصل ديال المغرب عطانا رضاي ديال الطبيب غنشدوا الكاس 6 سوايع حنا عنده غنتبادلوا بالكلوات احنا ناضين عز الدين
انا راه ما يفهمنيش في الكارسه ديال السوايع، ما غنجي نوصل تما حتى نكون مت صاحبي. تاع فين غتموت؟ تاع العماضيه ديال الله. طيب هذيك صاحبي واش انت ما كل ضربناها وتشكون داز علينا واد العذاب واد المحين وفي الاخر نسمحوا في كل شيء. غير عقلك اسمعي انا كون خليتي. هلا بابا، يو نيد توك توك، يو جو كلين فيا، هذا مالو عاوتاني؟ قال لكم نمشيو لكليفين حلبات القتال. شناهي كليفين؟ حلبات القتال عندهم انا هذاك الشيء. كيفاش حلبات القتال؟ نمشيو نشوفوا كي دايره. شناهي حلبات القتال؟ حلبات القتال فين قتلوا بزاف ديال الكمبوديين هنايا صاحبي. نمشيو نعرف حتى المغاربه كيفاش ماتوا، بقى نعرف الكمبوديين كيفاش ماتوا. شوفوا شويه ديال لاكيتور ديال كمبوديا، حصلنا حصلنا في هذه البلاد. يلاه نمشيو. مالك اصاحبي معكس؟ زيد اخويا زيد زيد. En 1986 Chaniers, des 129 que compte ce site ont été fouillés et près de 9000 victimes ont été exhumées. Les ossements encore recouverts de matières organiques ont dû être séchés et nettoyés avant d'être prélevés pour être examinés et présentés au public avec tout le respect dû aux victimes. Les ossements exhumés furent empilés non loin d'ici. Aujourd'hui encore, le sol renferme des fragments humains. Les crânes et les ossements les plus grands ont été placés dans une construction temporaire en bois jusqu'en 1988, date à laquelle a été érigé le stupa dans lequel ils sont désormais conservés. La remise qui se trouvait ici autrefois servait au rangement de matériel agricole et d'outils divers. Sauf qu'à Tchung-Aik, ces outils étaient utilisés pour tuer. À Tchung-Aik, les Khmer Rouges n'utilisaient pas d'armes à feu pour abattre les victimes, car les balles étaient chères. Les détenus s'agenouillaient devant la fosse qui allait leur servir de tombe. Puis, ils étaient battus à mort avec n'importe quel instrument, pourvu qu'il soit disponible et bon marché, hache, houe, essieu de char à bœuf, tige de bambou, marteau et machette. Ah, ما تخاش في البيتزا في هاد المدينة، تقول لي في هادي العود، جبتي لي الضحكة، والله ما تخاش في هاد المدينة، هزو الساكادوات يلا بينا لكمبوديا، مع إخوانا معانا، وبودا حتى هو، واش تحمق ولا مالك، ترى مع إخوانا نطلع واخا تكون في الغوق ديال البيه نطلع، وهادي هي بالذات، البوه. كتسالاش اصاحبي والله ما كتسالاش، حنا راه غادي نديرو عمليه ما غاديش نتكيفو داك الزبل. ويه غادي نضرب واحد الجعبوق مزيان ديال المايخوانا، الطبيب ما غيوحلش معايا في البنج، دغيا غنغيب. ما غيشدش فيك البنج اصلا، الطبيب هو اللي غيدير لنا البنج. اش نقول لك؟ عمرك قلتي لي علاش باغي تبيع الكلو؟ ويلي اصاحبي طيارة كاملة والطيخ كاملة وانا كنخطب عليك والقيامة وكنعاود لك على القيامة ودير لي القيامة وفعل لي القيامة وباقي ما فهمتيش. عارفك كتخاف من القيامة وشنو دارك القيامة، ولكن راه ما عارفش العلاقة ديال الكلوة ديالك مع القيامة. العلاقة ديال القيامة مع الكلوة ديالي، القيامة عند واحد الطوموبيل اونتيكيد جابها لي الكراج في الخميسات، قال لي هادي خاسرة فيها شي لعبة، المعلم شافها ما بغاش، أنا ديتكتيت فين كاين الديف، قلت لي شوف غدا إن شاء الله جيت تلقاها واجدة، حليتها خرجت جبت الدراجات ما لقيتش الطوموبيل. سرقات؟ ما فهمتش أخويا إسماعيل، واش تسرقات واش طاعت واش دارت الجناوح واش تسرطات، ما فهمتش. ما ديكلاريتي للبوليس ما تاش من البوليس تصاد القيامة بواه كيحكم في الخميسات وفي المغرب كامل، ما كاينش اللي كيقدر يهضر معاه، وهو براسو القيامة عنده عصابة شدوني تكرفسوا عليا ديال بصح، قالوا لي يا تجيب لنا طوموبيل اونتيكيتي يا تجيب لنا 30 مليون، ضاقوني رجعوا لي حياتي عذاب، ويا جيني هاد الفكرة هادي ديال الكلوة، قلت نبيع الكلوة 30 مليون نعطيها ليه ونعيش انا بكلوة واحدة. انت مزرف على مولانا اش غدير؟ اجي وانت تا ما قلت لي على جدك والديك مساكن باعوا الدار اللي عندهم اللي كيكساو، ما
باعوا كل شيء وضبوا على الفلوس باش يشاروا لك كلوة باش تعيش. ماشي ولي ديالك. كيفاش ماشي ولي؟ عام ربيني. ايما ربيني كصاحبي وداو معك هذا الجيست هذا كامل والخير كامل. باقين ولاد الناس اخويا اسماعيل. خيس على برا شو كيبالك على برا؟ كيبالك دوك السيطان ضابين دوك ليزارات ليمونيين. اجي نقول لك ياك ما يكون اخونا صيفطنا البورما وحنا جايين مزرفين. لا زعما عند دوك البوديين اللي كيقتلوا المسلمين هذوك. لا ما كاين لا بوديين لا والو. بوديين كاين في اسيا كامله ماشي في كام بودي ولا في بورما. فهمتيني كيفاش؟ وهذوك ديال بورما هما اللي قباح مع المسلمين. اما هاد البوديين ديال كمبوديا مزيانين. شوف صاحبي كي غاديين ترونكيل بيس اند لوف ما كيتحركوش. عرفتي شنو غادي دير باش نتفاداو حنا هاد المشاكل كامله؟ فاش غنهبطو عندي واحد البلان واعر. شي بلان نيت تبعني وماشي شغلك. دابا غنتخلطو معاهم ما غيعيقوش بينا. ايه انت مارتيني راهو يجي تيقول الصاد ما عرفتش سو توا كي تا فين تبعو تبعو غادي بينات تبعو ونشوف واش تصرف حتى هنا ولا كيصلي بهم؟ واش تابعني حتى هنا؟ واش ولا كيصلي بهم اصاحبي دابا؟ واش ولا بودي دابا؟ شكون هذا؟ ولا بودي دابا؟ سنين راهي شفت ولا بودي دابا؟ واش كيصلي بهم اصاحبي؟ شوتينا طلق السيد اصاحبي اش كدير؟ اش كدير؟ باقي اخوانا قوي الله 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 اخو اسماعيل الله العدام هذا العدام العدام عييت كل شيء انا جلس تزقلنا اخو اسماعيل تزقلنا كانوا يقتلونا هاد البوديين علاش كانوا يقتلونا بسبب لا فوت ني خلوا ما صاحبي يصلي وسكت لا فوت ديالي اخو اسماعيل ولكن انت راك بقيتي مع راسك الحلوه انت دابا انا شوق عليا مع داك الجوان تفويقه ديال هذيك المايخوانه
وبان لي القيامة نيشان. ولي عاوتاني هاد القيامة غنبداو من الأول، القيامة ما كتساليش أصاحبي. هاي 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 على الدارجة. السلام عليكم. واش بغيتي تبقيتي لنا حتى من البوديين البوديين أصاحبي؟ على السلامة ديالكم. الله يسلمك. كيف نتوما؟ بخير. مالكم صدومين؟ بشي شكل هادشي. ولا هادشي هو اللي داير في هاد الدولة، اللي دي بويز موجودين بزاف. أنا في كمبوديا. ويلي ما تلاقيتي حتى واحد؟ تلاقيت واحد، تلاقيت واحد ديتو معايا زعما ما بغاش. ياك؟ وعجبك؟ مزيان. أجي وأنا؟ لا أنت غزال. أخويا أختي، أخويا أختي، حنا راه جينا نمشيو عند طبيب. وفي راسي عيطولي عيطولي، أنا توحشني ريحة البلاد أويلي. هو صافي يلا يلا هو نوريكم الطبيب. عاونوا هو حيت هو عيان شوية. يلا الحمد لله. لا لا أنا قادر. لا انا عاونك، ما فيها باس ما فيها باس. نوض انت ما تخافش منه اصاحبي، زعما زعما عاود البلاد هذا. راح يدير البلاد لا باش عليك قاد تمشى يزيد حيدي تخاف. كتشوف الطبيب اللي ماشيين عنده دابا من احسن ما كاين هنايا وفي العالم، وجميع الاجناس كيجيونا عنده هنايا وانا واحده منهم. شوف انا راه باغيك تدينا الطبيب السبيطار. واه يتبعني غير يتبعني اكا صاحبي. اسكت شويه ستي عارف اش كيدير. اسكت شويه. باي هكا كم باي يا انا شامبنا يا هكا يسانجا يا شامبنا وا يا اسمح لي انا راه باغي نمشي للسبيطار عند الطبيب ماشي عند الشاب. تسكت شويه صاحبي. ومي جبتي هذا ماين تفوز؟ انا كان سامح في شغلي، سامح في شحال من حاجه، واش ما جيت تبعكم عندي فيكم غير خير هو تش انا شوفت كيدير فيا. تسكت شويه صاحبي، تسكت شويه، تسكت هو عارف اش كيدير. شوف راه معاودو كامل، معاودو من الاول. وشوف ها الشونتي ها واش ما كنبانلكش انا. سكت صاحبي هو عارف اش كيدير. شو كيرجعو هذا راه الشاب. وشوف وشوف الشاب ها الشونتي ها واش الشاب يدير لك هادشي صاحبي. سكت شويه اسمح لينا. اسمح لينا استاذ اسمح. قول لي خليني نتفاهم مع السيد. صافي خليني نتفاهم مع السيد. تفاهم كامل يا عمي يا جامباو جامباو. قلت لكم انتوما محظوظين، غدا غدا عندكم العمليه هنا. الله غنديروا العمليه هنا وهذا اللي غيدير لنا العمليه. اوف اش باغي يا صاحبي انت؟ واش كلوا غادي يوحل فيها هذا؟ ياك انت باغي كلوا ها هو مركب لي جوج كلوات الفو. واه الزين راه كلوتي هادي. صافي يا صاحبي لعن الشيطان خليه واعرف اش كيدير. سيد معاودو من الاول مازال شاك يا صاحبي. توكل على الله. شوف القرا القرا وجايبك عند احسن طبيب مالك غير تيق تيق. خليني دابا نتفاهم مع السيد. صافي شوف 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 يا اختي الله يحفظك لنا اكدي عليه غدا. تبعتني معه اطمعني اطمعني دا دا اطمع كما يكرار يا بلا كما اندام انكانت انكانت انكانت. صافي يلا الامور نادية يلا انا نمشي دابا. صافي يلا انا مشى يلا بسلامة حبيبي بسلامة خلا بسلامة البلاد بسلامة. والله العظيم الى بياسة بالله. وصاحبي السيد معودو كامل وانت ما تايقش. واه الزين وراه خصنا السبيطار انا ما غنديرش هاد العمليه. صافي يا صاحبي يلا توكل على الله. الله يهديك يلا توكل على الله يلا. والله لا درت هاد العمليه والله. اسكت شويه الزين. شدني الخلعه. اتخافش يا صاحبي. قرا شويه القران، قرا ايه الكرسي الجمرات، فكر في الله سبحانه وتعالى، كلشي غيدوز زوين. انا بالي هذا مطبيب ما تلعبش. عا الشاب تاش من مطبيب ما تلعبه. داك الصاد ديال القنصليه قالنا هذا احسن طبيب في اسيا كلها. المهم الا فقتي وما لقيتينيش سلم لي على مالي نضا. شحال هكاك اصاحبي نقول شحال هكاك عمار بيد الله غيفكر في الله وقرا القران. كلشي غادي يدوز زوين ما تخممش. اسمعي فكر في الله سبحانه وتعالى كل شيء غيدوز زوين ان شاء الله. دابا ما غاديش نحيد لك غير الكلوه.
اسماعيل 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 الله الله العمليه نجحت اسماعيل العمليه نجحت احنا حيينا اسماعيل حيينا اسماعيل حيين العمليه نجحت اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر الحمد لله موت الحمد لله موت موت كترني ما تخافش ما تخافش كترك شوية ثاني كترني شوية عب شوية لك ما تخافش تخافش هوباي قالك نمشيو ناكلو شي حاجة هوباي اوكي اوكي ثانك يو ثانك يو نوت عافية ما ياكلش لا لا ضروري ضروري هو البنج خصنا ضروري ناكلو شي حاجة قد شتار قلت لك نوضة صاحبي شد أسد أنت شوف أريدك 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 ليدك هنا فعلا يلا زيب شوية يلا نوض نوضة نوضة ضغني بزاف نوض حاول 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 يا وليدي تخيا كتوحم حامله جبد فوادك راه مزيان بنادمي يجبد الخبات ديال افريقيا ويلوحوا في اسيا نورمال تبارك على الجران طوبات الفال حناش عليم تبارتي ديال المصان الزين هادشي كيضرني بزاف ما تخافش اصاحبي باقا فتحة جديده شوف شوكي رجعت بي قلت لك هالما إخوانا هي اللي مكالمية لي القديم تحتي شدير نشوف الجرحة دي اللي كيديرها اسماعيل الجرحة اللي عندك هي اللي عندي عرفتي علاش حيت حلوني أنا جبدوا مني الكلوة وحلوك أنت لصقوا لك الكلوة يعني عندنا نفس الجرحة ألوغ علاش غنجبدها أنا كيبان لي غنموت هنا غاسر ما غتموت هنا ما والو أصاحبي غنرجعوا للخميسات الله يهدي باش يبرد ليا خاطر يدير فيا البليزير انا نشوف واش ديك الجرحه بحال ديالي وصافي صاحبي صافي بلا ما تشعل ليا البوله الجرحه ديالي بحال الجرحه ديالك بلا ما تشعل ليا اسماعيل البوله غتسولي بزاف او تفاد صافي صافي, صافي. اجبدوا مني انا الكلوه وصافي وسير الله يعاوني عاونك فاد ديجا بدينو معاك فاد اسيا مع إخوانا والمغرب ما لكم لهاد الحالة إيك ماشي هابي بيتزا عاوتاني لا لا ما كاين لا هابي بيتزا لا والو حيوقعوا لنا شي مشاكل وتبجنا واحد شوية إيك لاباس تلقيتو مع داك السيد المغربي اللي صيفطكم عندهم كيبان ليا العملية راه نجحت راكم بخير السيد هذاك السيد السيد اللي صيفطتينا عنده هذاك احسن حاجه ممكن توقع لبنادم احسن مغربي تشوفه في حياتك الله يعمرها
قلت لكم هذاك راه احسن طبيب اللي داكم عنده، احسن طبيب كاين هنا في كمبوديا، وراه الناس كيجيو عندهم من العالم. المهم بالنسبه للباسبورات ديالكم راهو موجدو، ولكن غتمشيو للمغرب من هنا واحد 10 ايام. 10 ايام؟ سكت صاحبي، انت تخرج في عينيك وسيدي فين الخير، تبقى تخرج في عينيك. ماشي مشكله استاذ، ماشي مشكل، نتسنى. شنو غادي نجلسو نديرو هنايا 10 ايام؟ راه ما عندنا ما ندير هنايا. غتمشيو تجلسو في نفس لوطي اللي كنتو فيه، اما ترتاحو شويه من العمليه ومن السفر، على ما يوصل لاداط ديال الفول ديالكم وغتمشيو. ولكن حنا راه ما عندنا التاليه باش نتحركو. ماشي مشكل، غنعطيكم باش تقضيو هاد العشر ايام، ولكن بعدوا على هابي بيتزا. لا استاذ ما كاين لا هابي بيتزا لا والو. واه شكرا بزاف، شكرا شكرا. سمعتي صافي، هابي بيتزا سالينا. السلويد ديالك جاي خاوي، كما باغي نصب عليا ولا شي بلا. وشوف اسماعيل بابي، يا العاقتي يا كلوتي. أزدين مالك صاحبي داير بحال هكذا؟ مالك يلا وصلنا صاحبي ومعربط الوليد، الدرهم ديالك ما غياكلكش فيها. الحمد لله، الحمد لله وليدي، الحمد لله على سلامتكم، الحمد لله يا ربي يا ربي. هذا فضل الله، ما جيتيني عارف بسلامتك، الله يحفظك ويجيك. الله 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 الله. السلام عليكم. السلام عليكم، جاي من مكة. السلام عليكم أسي. عليكم السلام ورحمة الله. الله الله الله. أشك جاي خاوي الحاج. علاش؟ شنقول لك؟ أنت أعظم إنسان شفته في حياتي. أنت وليدي مالك؟ مالك جابوا لنا الله. أنا غنولي الشيطان الحاجة إذا ما لقيتش العاقتي دابا. علاش غتولي الشيطان؟ ولدي الشيك ديالك موجود. هاو شيك؟ تضحك عليا الحاج. علاش؟ فين عمرك شي واحد ميكانيسيان مجدر عليه الوقت وعندو كونت بونكير؟ فليساتك بغيتيهم كاش؟ بغيتهم محبوب. ما كاين حتى مشكل، نسالي واحد شوية ونخرجو ونكملو الهضرة. الله 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 الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ملي رجعتي لي هذيك الدنيا وما فيها. الحمد لله. ياك اون فورم هذاك شويه الكروه مزيانه. ايوا ما مشات تخلع. يلا سير اسيدي سير. الله الحمد لله. هذا نهار غليظ. حاجة غادي يمشي غدا ان شاء الله مع جوج نوز عندك. علاش ما تبانش معنا؟ تخرج شويك ديالك تاخذ فليساتك وتكون معني. ما يمكن لياش الحاج، الوالد ديالي عيان شويه، خصني نبدا نشوف. ايوا اللي تتشوف. غدا غادي ندير واحد التحميمه في الصباح وجوج بي ان شاء الله نوز عندك. هات سي فلوسك سور طاب، ما تخش. غا فلوسي موجودين الله يخليك. الله يحفظك. سلام الحاج. الله يرضي عليك وليدي، الله يسر لك الامور كما اعتقتي لي يا ولدي. الله يرضي عليك، الله يعاونك، الله يسر لك الامور كما عاونتي ولدي. لهلا يتبعك الغيط بنادم، الله يبعد عليك ولاد الحرام. سير ولدي سير. Mm-hmm.
عاد جيتي؟ فين كنتي شحال هادي؟ صباح الخير اوليدي. صباح النور الوالدة. شتك اوليدي كتجمع في الساك ديالك، فين غادي؟ انا عندي شغل ديال الوالدة، مشي قضي دغيا ورجع. ياك ما غادي للسبيطار؟ لا لا، مشي للحمام، كاين شي توحش شي تحميمه مغربيه. ايوا بالصحه والراحه، خلعتيني يا وليدي. الجرح شويه برا وشويه تقريبا. يا قالها لك باك، قال لك داكشي عندو مجهد في السنافور. ما كذبش الوالد. ايوا وليدي، انا غادي نمشي نوجد لكم شويه ما تاكلوا بيد ما جيتي من الحمام. واخا الوالد، الله يعطيك الخير. يلا الله يرضي عليك وليدي. وعاود لي اخويا كويكا الصباح جا هنايا، عاود لي داس الامور ما فيها. اذا شفتي فيه نفس الجرحه؟ نفس الجرحه انا حكيت ليه كامل اصاحبي، هكا حكيت ليه، كان غير بالشورط ما فيه حتى شي خبشه. اريد الكلمه. واسمعي اجي اخويا غنهضر معك، واسمعي نعس الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان. نسيت انا ما ننسى قلبي عليك عمره ما يقصى، ونسيت انا ما ننسى قلبي عليك عمره ما يقصى. يا ناسيني يا ناسيني، قولي لما تخلي تهضري لي هادي. هضره ماشي خدمه. راك عارف المعلم سيمانة هادي ما مشيت للدار، وعارفني انا مبلي بالطيور. مشيت للدار حليت الباب، طلعت في الدروج، الدروج عندنا لاصقين على الحيط، داك الحيط في القفوزة، قفز حدا قفز قفز حدا قفز. يا هاديك شحلت الضو، طلعت تبلي واحد الطير غير شايفني، تصور غير عينو ضربت في عيني. ايوا وانا بعدا ما فهمت والو، الديكور معمرو ما طرا ليا مع شي حد، زعما مع شي طير. ياك يا هذيك تنطل بحال هكا، قلق الماء عنده في الشرابه، الماكله عنده في الوكاله، ويلي هالطير اش خاصو. سيد قفزت الطاق تويب لي الديفو، ديفو من واحد البزقه ديال الطير. ويلي والله الا بالله، الطير بزق على الشرابه ومع الحراره البزقه كرمت على فم الشرابه، ما بقاش كتخلي الماء يخرج. مشكله هذه. وين نشد داك الشرابه وندير بيق الماء ويدوز، داك الطير فرح تمين فرح، بقى تيشرب وكيتشرب كيشرب كيتشرب، تنبقى لي والو يقول لي وعنقني يا روي با عندك قاتيل تفي بليزي يا خويا، كنت تعبان هنا. عجبو الحال؟ ترى ماشي عجبو الحال، نشط وانا ما نشط اكثر منه هنا. انت فرحان بزاف. تشرب شي حاجه؟ ايه كوب شي كاس. الله غير خليك يا جامايكا، انا نعطيه. تفضل نعبس. انا نعبس. ثانكس. ثانكس. في خاطر زيد زيد زوجي جورج حباس، جا الخبر انك وي كدخل للمدينه، حتى واحد من الناس بلا ما تجيبوه ليا. هذاك الكانيش الشاف ضربوه على حساب دوبيرمان، ونجيبو ليك مفردك. حنا غنشوفو هاد الهضره، وتا واحد فيكم يرجع عندي بلا بيه. تحركوا. زيد أورد زيد. مرحبا، تفضل. السلام عليكم الحاجة. السلام وليدي. اسماعيل شوية لاباس؟ الحمد لله. ولدي شنقول لك؟ لا سمحتي بغيتك تورينا ديك الفتحة ديال اللي عندك. الفتحة ديال اش؟ ديال القميص؟ ديال اش الفتحة؟ ديال الكلوة. أنا باش حيدتي الكلوة؟ ما فتحتيوش؟
لا بغي يقول لك زعما الحاج بغينا غير نشوفوا ديك الفتحه واش بحاله بحال ديال ولدي اسماعيل. بحال بحال ديال ولدك اسماعيل شربيل هذا. الفتحه راه كاينه الحاجه الحاج. احنا مشينا لكمبوديا ودرنا له العمليه ودرنا التحاليل وكيف قلتي لي ديه معاك كبري الكلوه ديالك ورجعوا لي صحيح فصيح. ها هو قدامك صحيح فصيح. المهم دابا هاد الهضره كلها بغينا نشوفوا الفتحه. علاش هو الفتحه هنايا ولدو نتعاونوا قدام عباد الله ويلا الحاج. اي قلتي لي عطيتيني واحد باش نجي عندك للدار وتعطيني فلوسي فوق الطبله. حاج الحمد لله ولدي سمعني بلي بخير وعلى خير. وهاد الكلوه ما عطيتها ليه تغفر لي الله الذنوب دوزت فيها قيامه ديال العذاب وديال تماره. واش خبارك انا كليت طوبه معمره بطراخ الزيت كليت قمله مقليه. لا ايه اش كتصحاب راه عاسيه هذيك راه كمبودي هذيك. صافي يا وليدي تقنا بك الله يرضي عليك ما درتي غير خير. المهم اراني داك الشيك اللي عندك. شيك الشيك ديالك ايوا هاكوك هاك انت ارى الفلوس هاك ها هي 30 مليون محسوبه ناضيه هاك صافي عطينا عطيتك وعد وفيت بالوعد ديال ها ولدك قدامك صحيح بصحيح. الحمد لله دابا منين نتوما عطيتوني فلوس ديالي باش وعدتوني وفيتوا معايا بالوعد ديالكم تا انا غادي نجيكم الصراحه. صراحه صراحه شنو صراحه نقول اسماعيل نقول ياك ما كاين شي مشكله اخرى وليدي اسيدي ديك البلاد اللي مشينا ليها اللي درنا فيها الاسكال كمبوديا فيها الكلاوي والقلوبه والريات والكبدات والعينين والودنين عمتك غفر ذاك الطبيب شافني انا باقي صغير اسماعيل باقي صغير قال لي شوف بلا ما نحيد لك الكلوه ديالك راه الكلاوي هنايا اقول هما والكبده والريه والعينين والنيوف غير مشتي. قال لي ما غاديش نحيد لك الكلوه انا عندي كلوه جاهزه معقمه في الكلاسيير ديالها داو لي زاناليز التحليلات مع اسماعيل لقاوها خدامه لي داو لي لوبيراسيون لصقوا لي الكلوه ديال ما نقول لك راجل ما نقول لك مراه بدون معقول ركبتي لولدي كلوة المرأة علاش هو الفرق ما بين كلوة ديال الراجل ولا ديال المرأة؟ راه بالعكس الكلوة ديال الراجل ما مزياناش الكلوة ديال المرأة مزيانة ليه يقول لي طيب الجفاف والصابون وغسل المعن ياك قلبي فجلي فودني سكنوني كامل سكنوني كامل تيتيز ديالي تيتيز ديالي كنموت عليكم كنحماق عليكم بغيتكم تسكنوني انا تسكنوني تسكنوني في راسي في قلبي في نيتي فودني فجلي تسكنوا فيا كامل تنعسوا حدايا تنعسوا حدايا اليوم غنشم فيكم الريحه كنموت عليكم انا كنحماق اي دوماج طلبت عليكم تمام وغي ياخدكم شماتة كلب متسواش لكن قدرات نفسي معايا هوي حواها فيكم اليوم غادي نعسو حدايا نعسو بحالك مستفين نتوما ناعسين هنا وانا ناعس هنا ناعس هنا وشوية غنشمو ريحة بعضياتنا وغنشمو ريوس بعضياتنا تنقطع فيكم الوحش قبل ما نعطيكم داك الوحش يلا الوحش يلا اجي نعسو اجي نعسو صافي انا نصوب لكم لي كوش ديالكم نعس وحدايا نعس وحدايا
كويكا كويكا وحال حال اكتب ثلاثة يا صاح انا نميت تبارك صاحبي تبارك على الدقة ديال والو مالك انا سلمتك بعدا خي كويكا مالك صاحبي على داك الدقان ديال المخزن مالك انا سلامتك بعدا اخي كويكا على سلامتي الحاج كويكا انا هادي جاي من مكه المهم خلينا نهضره كامله اللي جابني عندك جايب لك واحد النقنيقه مازاله في الميكا شي حاجه الله يما تخليك العقل اخي كويكا شي حاجه سم اش من سم ولا انا راه فيلم هذا اللي غنعاود لك قول سيدي نسمع البارح سيدي العشيه سمعت قرقيف في الكراج الفوق مشيت راك عارف مغاربه تبركيك نشوف شكون صحابني الدراري كيفكوا شي قصديره ولا شي حاجه بانوا لي شي ناس تما مجمعين شمع طوموبيله مباشيه كيزو دير هو 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 هي هي وكان معاهم اللي عنده بس كطوموبيل جاش معاك احنا ما عجبناك الزعمة تفكرك شوية ودي فراسك شوية اسكت غير على وجهك كل ماشي على وجهك نفرام وما لما تيقتينيش يلا دابا خي كويكا نمشيو انا وياك تشوف انا ما عمرني ما طيقتك انت ديما مبوق وا انت ديما قاهرني بهاد الهضره هادي غنطيقك فيها يلا تشوف الا ما تيجي يلا زيد يلا ضرب ما كيتشوفش كيطير هو جن عنده جناوة اجي انا اوكي You've made a mistake saying I cannot run this race. It's playtime, I'm gonna crush your face. This is not a fucking phase. Hey guys, I know you feel that bass. Roll with that until you see my face. Rising from a thick layer of fog at midnight. There's a time and a place to kill it. I spill it, leak documents from a flaming tongue. Rappers acted so saintly when not long ago you were baking, cuz. And now they catch the aroma. Wonder what the kid is baking up. Add a little secret ingredient, they're needing it something for waking up. My flow was caffeine and I'm the black king of spades. Among smaller cards and that scream you hear is mad heat. I am the daddy of cracking the bones of the flashiest chic. No fucks given as I grow up in a robust prison. Everything I think I need is already given. For some reason I am hardly living. Physical needs are what can't be controlled. Give a kid candy, take away his soul. Can't tell the difference between hot and cold. My senses are dimmed and I'm sold. But as the credits start to roll, I wake up and I miss the movie. The people around me are swarming like they just saw something that's dooming. Now they're telling me that I miss a lot and I gotta go back and see it. Yet everyone who was watching came at that bitch with a crooked demeanor. These subtleties and half-truths are running my country at large. Shipping this garbage by every ocean, I'm about to sink the barge. Health, war, famine, and money, get rid of those that we have no country. What happened to thinking people love me? These relationships feel so ugly. It's like we're speaking on the surface, but something sounds scripted about all the verbiage. Like everything we think came from another person, and we didn't take time to think if it's worth it. To act as a service to only a few human perspectives. Now we got humanity sectioned by politics, culture, religion, perspective. None of us have accurate depth perception. It's been messed with, and I feel headless. No wonder I'm trying to convert that dude in the uniform to a dead bitch. Get this, my head is full of death, cause it's a dead shit full of phantoms and redness on the walls from bloodshed. No angels left in heaven, and in turn, I'm the one they sent in. زعمتي دخلت عندك حيت جبت لك واحد الحاجه كنتي كتسالى ليا كنتي كتسالني شي حاجه ياك وديك الحاجه قلبت عليها المغرب كامل وجبتها لي فلوس ماشي فلوس كاينه شي حاجه اكثر من الفلوس كاينه ديك القصديره اللي كنتي كتسالني اللي قلبت عليها المغيب كامل وجبتها لك هاي شفت
الكساء شفتوها ديك الطوموبيل اللي تكافستي عليا انت وهاد العصابه ديال والو ديالك وعذبتوني على قبلها شفتها لك وضيتها لك هاي وما تبقى تسالني ما نبقى نتسالك انا وياك نوليو من دابا كيت وانت تضحك على امك ضحك على امك يا الكلب كملوا لاسواغي ديالك باش عرف البلان ديال الطلبه واحد منكم خرج الهضره شكون هو فيكم الله يخليك ليا أمش هذا الشيء ترى شي حاجة ناضية شي حاجة واعرة أو تفكرني مزيان شي هاد الكراج نخلي فيه البصمة ديال الرويبة شتا غادي تبقى تصب العاقة جياب كيعمرو الميكا تيعمرو حقيقة جبل فهاد الكراج احنا غنشوف اسماعيل عماد ما لا دوت القحبة عاوتاني جاب ديال المود عاوتاني دابا انت هاد الطوموبيل هاد هاد لونتيك هو تاع على الزغب اللي نايض طوابك ديال امك نصاب لي ولدك يلا روح تقود روح تقود ما نشوفش كمات امك هنا غنسد شوفكم كاملين من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية غطيبو كاملين وغط شوية من فوق شوية من فوق شوية والله أنا شدنا شفوت بالله وحق الله أنا مدي من النبيب والله كنا بخيكم محبوح بيت مولي كبير معك لحتي كوار هكفالي كل اللي دم تقعد زيدة وقعد بحال باقي بغيتهم هك بغاني اللي بغاني في ما بغاني الكاني باقي باقي شري والله بغاني علو بتداش بغاني باقي غدا ويه مشيت وجيت وهكا لقيتكم هم اخلي ضربكم هاد كلاشوني في ألبومكم هادو اللي معايا كيبغيو الشوايا يلا عاود هادو اللي معايا كيبغيو الشوايا جماعة بزي عندكم تر بحال دي النيكي هكا عزي تشيكي هادي مهبرة غبي ليكي يخ هشاوتي كوغيك تيكتي بالبراش رمغتي مقرعكتي عارش مع البطاين نجيب البهاين نوريك تا كذاب تانا مشيتي غادي نجيبك تقرت فيكم ما يفلات تباعو طايري معندش ناقة دوز الشارج مسوق تلات كاع الحقادة غنسد شوفكم كاملين من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية وغطيبو كاملين وغاب شوية من فوق شوية من فوق شوية